ودنيا زي الفل، حتى لحد ما طلقت، لحد ما حصل الطلاق كنت بروح وكان في اتفاق وقعدنا قعده عرفيه، وفي الطلاق ده قعدنا قعده عرفيه، بس الطلاق ده جه يا استاذه بسبب ان انا كنت في شغلي. طبعا انا عندي محلات، فاتح محلات ادوات كهربائيه، وفاتح يعني شغال غير شغلي، عندي محلات. ماشي. ففي ناس بتحول عندي فودافون كاش، عندي مبلغ في البيت، في راجل حوله امانه تحت سبيل الامانه او اقساط. لا بعيد عن اقساط، ده مبلغ كان حد محوله فودافون كاش من الجماعه اللي هم كانوا شغالين في الصرف الصحي والمنزلي. عظيم. يعني عايز فلوسه انت بتديه زي ما الناس كلها بتعمل. الراجل حول عندي المبلغ يوم الخميس، يوم الاحد اتصل بيا قال لي احنا هناخد منك المبلغ يوم الخميس، لان احنا اغراب عايشين عندكم في البلد وبنسيب البيوت اللي احنا مأجرينها دي وبنخرج، فما ينفعش ان انا ايه. جيت رحت اخدت المبلغ، سبته هسيبه فين غير في بيتي في دولابي بنت الناس. المبلغ ده موجود، انا رايح شغلي، المبلغ ده كان 70,000 بالظبط، خدت منهم 2000 جنيه. 2000 جنيه دول هم كانوا واخدينهم مني قبل ما احولوا الفلوس. بقى معايا 68,000. قلت له الراجل ده انا بروح شغل، بمشي لحد باجي الخميس، لو في اي وقت الراجل ده جه او بعت اخويا اديله الفلوس. مشيت، محدش بعت حاجه. يوم الخميس الراجل كلمني بعد ما جيت من شغلي وكلت وهنام، اتصل بيا قال لي المبلغ. قلت له حالا يكون عندك. افتح اشوف المبلغ، مفيش مبلغ. طبعا انا فني كاميرات مراقبه، مركب كاميرات في بيتي وبره بيتي، ومركب في المحلات، ومركب الشارع كله عندي كاميرات، بلد كلها مش الشارع بس، بلد كلها انا اللي مركب لها كاميرات. فطلعت راجع، اول حاجه الكاميرات بتاعتي، مين دخل بيتي؟ ما هو مين اللي هيسرقني في بيتي؟ سالتها سؤال، ردت عليا بجواب، قلت لها بنت الناس الفلوس اللي كاتبها فين؟ قالت لي انا مش عايشه لوحدي في البيت. قلت لها انا عايش بقالي 25 سنه مع ابويا وامي، ما حصلش حاجه زي اللي انت بتحكيها دي. انت تقصدي ان ابويا وامي اللي خدوها؟ قال تدور، دور انت بقى. طلعت اراجع الكاميرات، لقيت الكاميرات يا استاذه مفصوله يوم الاثنين الصبح. يوم الاثنين ده بيبقى عندنا سوق في البلد، السوق ده كل البلد بتبقى فيه يوم الاثنين الصبح. رجعت الكاميرات ما لقيتش حاجه. خضار يعني وكده؟ سوق خضار. فرجعت الكاميرات في نفس الوقت عند الناس اللي بعديه بقى والمحلات اللي بعد البيت. انت اساسا مركبها لهم كمان؟ اللي انا مركبها لهم. لقيت ان زوجتي واختها وفي اخت ثالثه ماشيه معاهم، الثلاثه دول هم اللي ماشيين في الشارع ومعاهم شنطه، مع العلم ان هم داخلين فاضيين. شنطه شكلها ايه؟ شنطه يد، شنطه يد، والشنطه دي بتاعت شغلي اللي هي انا جايه من بيتك، جايه من بيتي. وهي ما قالتليش كمان ان في حد ضيف جاي لها او اي حاجه زي كده. فطبعا اتكلمت معاها، اتكلمت مع اهلها، قالوا لي ده كانت اختها جايه تاخد شويه ملابس منها تلبسهم، داقوا عليها بتلبسهم. مراتي التفاصيل اللي انا بحكيها دي، مراتي يعني في في في, في, في الطول حوالي بالظبط يعني ما تجيبش ال 150 سم، قصيره. اختها اطول منها، اطول مني انا بحوالي كمان 20 سم او 30 سم. عايز تقول ايه؟ يعني الهدوم بتاعت مراتي مش هتنفع لاختها، انا عايز اقول كده. فطبعا اتكلمت معاهم، ورحت لابوها ورحت لامها، اتكلمت معاهم، قعدت اسبوع بتكلم معاهم. تكلمهم في ايه؟ الفلوس ترجع وعيب واللي حصل ده ما ينفعش والكلام ده، احنا في ما بيننا نسب وفي بنت صغيره. قالوا لي ما فيش الكلام ده، ده كانت جايه عند اختها تاخد حاجه وتاخد هدوم وماشي. اختها ومراتك تقول لك ايه؟ مراتها قالت لي اللي انت عايزه اعمله، انا ما اثبت عليا. قلت لها يا بنتي الكاميرات مفصوله بتاع البيت ده. هو مين يا عبد العزيز اللي اخذ الفلوس؟ الفلوس اللي اخذها اخت مراتي والبنت اللي كانت معاها، هم اللي خدوا الفلوس ومشوا. البنت دي اللي عرفته عنها من بنتي من جنه الصغيره، لما بقول لها مين يا حبيبتي اللي جه هنا؟ قالت لي خالته ايمان وخالته شهد. دول ايمان دي اختها، شهد دي صاحبتهم. مين اللي سرق؟ هم اللي خدوا الفلوس ومشوا. ايمان وشهد. ومراتي هي اللي عطيهم الفلوس. ليه بقى دي النقطه دي لحد دلوقتي ما حصلش غير مشكله واحده قبل الموضوع ده باسبوع، ابوها طلب مني مبلغ وانا ما رضيتش. يعني مراتك سرقتك؟ مراتي سرقتني. واتصل باختها، استنى يا عبد العظيم، واتصل باختها قالت لها تعالي عشان تديها الفلوس. طب ده اللي حصل. حطتها لها في شنطه، حطت معاها شويه هدوم عشان تنزل. ما فيش هدوم اتاخدت من بيتي، بس هي قالت هدوم. اما الشنطه شنطه فلوس.
قعدت معاهم. عارفها في شنطتي، شنطه احنا عندنا الشركه بنطبع لما حد بياخد مننا كاميرات مراقبه او بياخد مننا شغل، احنا الشنط دي احنا طابعينها باسم الشركه. عملت فيك كده ليه؟ عملت فيها، انا ابوها طلب مني مبلغ وانا ما رضيتش. ده اللي حصل. المبلغ ده، المبلغ ده قال لي انا عايزه ومحتاجه، هنزود شويه بضاعه اللي هي في العلافه وال الحاجات اللي هي العطور والبرفانات والكلام ده. قلت له انا مش هخش الشركه تاني خلاص، انا صفيت، لان بعد الطلاق الاولاني وقعدنا في بيت المحامي اللي احنا كنا اللي هو المحامي بتاعها، صفينا كل الايصالات اللي كانت بيني وبينه، والايصال اللي كان ممضيني عليه. اكتشفتوا ان الشراكه دي هتخرب بيتكم. انا فضيتها خالص بيني وبينه، اصبح مفيش الا الشراكه اللي بينه وبين ابويا بتاعت العربيه بعيد عني، اللي هي اللي هم اصلا هو بيركب عليها، اللي هو سايقها وبيركب عليها، اللي هو باعها بعديها كمان، باعها. والوقت اللي احنا ماشيين فيه حاليا دلوقتي ان هو مش راضي يدي لوالدي فلوسه كمان. انا عايز اوصل للبرنامج هنا، بقالي اكتر من سنه، الناس دي اللي استنتجته منهم عندهم الفلوس رقم واحد، ما عندهمش يعني ايه، هم حالتهم فلوس، ما كانش حيلتهم، انا داخل عليهم الناس دي كانت على قدهم، وداخل عليهم وارتضوا بيا وارتضيت بيهم، وقعدت معاهم 5 سنين، بقول لحضرتك 5 سنين مفيش اي حاجه. طيب امال ايه بقى؟ قال الجهاز، قلت له اللي تجيبه هات، ولا انا اجيبه اجيبه مالكش دعوه، واللي انت تاثر فيه انا هجيبه، واللي هو اثر فيه انا جبته. والدي انت واضح ان انت كنت شاري مراتك. انا كنت شاريها، كنت شاريها وشاري بنتي وعايز بنتي وعايز عيالي. البنت الصغيره دي انا بقولها ويعني والحاجه دي عن حقيقه، اقسم لك بالله العظيم البنت دي جت عليا بالخير والسعد. البنت الصغيره دي من ساعه ما طلعت عندي على الدنيا وانا ما فيش الا فلوس، ما فيش الا رزق كده جاي من عند ربنا سبحانه وتعالى، مش عارف هو جاي منين إيه.